كابتن داليا شايفه ازاي تاتو الرابع، خاصه ان الجزيره كان عامل دفاعات قويه يعني بصراحه، يعني قفل جامد بيرتدوا بسرعه، ومع ذلك النادي الاهلي نجح انه يخلص المباراه فرق 12 بوينتس. هو طبعا انا موافق كابتن سلعاوي، هو الجزيره فعلا عامل ديفنس جامد، بس هو فاتح الملعب قوي، فدايما لما تيجي تبص بعد الكوره ما بتتشاط ما بتلاقيش غير سيطره اهلاويه تحت الباسكت. نعم. يعني نهى ورنيم في بدايه الشوط الثالث هما اللي على طول تحت الباسكت، الجزيره بيلعب مفتوح او يشوط ما حدش بيخش يعمل فول ورا الكوره. قصدي حضرتك في دفاع الجزيره ولا في هجوم الجزيره؟ في هجوم الجزيره. هجوم الجزيره ما عندهمش سكند شوت. خالص خالص ما فيش حد من الخمسه بيخش حتى يتراي انه يعمل فولو بعد الكوره، وهما كانوا بيلعبوا لعب مفتوح وبيشوطوا كتير. بس الجزيره برضه وما كانوش موفقين عندها يعني. لاعب واحد بس تحت الحلقه يعني ما عندهمش لعيبه كتار. ما هو ده سبب من اسباب خسارتهم. نعم. يعني ده مش سبب صغير. نعم. سيطرة الريباوند والفولو ده مش سبب صغير خالص، بلس ان احنا انا معرفش انا طول الماتش تقريبا بحاول ارصد لنا ان احنا جالينا 3 بوينت واحده الفرقه فرقه الاهلي ما حصلش. لا ما شاء الله أكبر. الفرقه كلها حطت 3 بوينت، يمكن لو بنشوف الاحصاء دلوقتي انا حاسه ان احنا نسبتنا 95 من 100 يعني. ثريا جابت كتير، وميرال جابت ونادين جابت ورنيم طلعت بره وجابت اثنين ورا بعض، جابت اثنين ورا بعض ومحدش شاط وما جابش يعني، ومعانا ديفنس او من غير ديفنس، وده طبعا عشان على ارضنا وحافظين الحلقه، وده اللي كان بيعمل فرق السكور. طيب بس النهارده لو ما كانش بيحط كم 3 بوينتس اللي حطها، هم بيسهوا عننا شويه، نسبتنا 100% فرقه كلها بتشوط، الفرقه كلها بتجيب.